الكاش بينهي النقاش. افتحي الميزانية. نقاش. الشركة دي لازم تكبر. مش عارف افتح فرع تاني للشركة. التارجت بتاعي 10 فروع. لازم اجيب فلوس. ايوه عايزنا نعمل ايه؟ ما احنا شغالين اول النهار. بجد احنا تعبنا. كاش يا جماعة انا عازمكم على كومبولارج. ده مناسبه افتتاح ال 10 فروع اللي انا هفتحهم. انا بحبك قوي يا ريس. طب يا ريت بقى عايزين العرض بتاع الستافت كراست بتاع يوم الثلاثاء. نقاش. كل الشركة خصم نص شهر. كاش عازمكم في الغردقة عشان عارف ان انتوا اعصابكم تعبانة كده وهروقكم كده. نقاش. كلكم مرفوضين. كاش لو حضر الكاش انتهى النقاش من غير نقاشات كتير. تسهيلة تساعدك تطور مشروعك وتوفر لك السيولة اللي انت محتاجها. 10,000 100,000 مليون جنيه او اكتر. نزل ابليكيشن حالا او زور اقرب فرع التسهيل. تسهيل اسهل تمويل.